الريان عن الوصول رقم 13 للمباراة النهائية. نادي الريان يلعب لقاء اليوم وحراس المرمى عمر باري، خط الظهر عبد الرحمن مصطفى. انتصار رمي التماس على طول مشعل المبارك، كرة أمامية إلى فابيو سيزار، الكرة عرضية عليها فوق أفونسو، بيتش ما بين إبراهيم ماجد ومحمد ربيع إلى أفونسو لاعب السد، ولياندرو ده جه في الشمال وده راح في اليمين. هنا فابيو سيزار بيلعب النهاردة في نص ملعب ناحية الشمال، نفس المكان اللي لعب فيه اللقاء السابق، ولكن هذا بجمهور نادي الريان. نادي على طول فابيو سيزار نجم الكبير صنع هدف وسيلعب النهائي ان شاء الله يوم 15 من الشهر الحالي في استاد خليفه. ادي افونسو يعود للخلف الى فابيو سيزار، بدا يقربوا من بعض شويه، بدا فابيو سيزار هيدخل في النص، بس هو ده الحل. ادي الباص الامامي ولكن سهله الى محمد زكي. حل نادي الريان ان يلاقي الدقيقه 26 بتشهد تبديل اول اضطراري في اللقاء لنادي السد ونزول ماجد محمد بدلا من لياندرو. جماهير نادي الريان عددها في الملعب حاجة تفرح وشكلها حاجة تسعد، ولكن نادي الريان حتى الآن معظم الوقت في نص ملعبه ولا فرصة على مرمى الفريقين حتى الآن. سيطرة السد أكتر، تواجده في ملعب الريان. إسماعيل إلى فابيو سيزار، استلام مع الدوران مع عكس الاتجاه مع خطأ على مسعد الحمد. يا سلام يا فابيو سيزار، استلام إلى كوانسي، فردية أكتر من اللازم مش ممكن، خاصة إن معاه الخط والخط كانه منافس قوي. يبقى هتروح فين؟ مسعد الحمد على طول الى فابيو سيزار. شوف الضغط، شوف لعيبه نادي السد بيأخروا الكره في رجلهم قد ايه، شوف لعيبه الريان. هدف واحد لا يكفي. فابيو سيزار اماميه، يا سلام على مشعل، عدى في وقت جميل، سيزار عمل له باص جميل ثاني من جديد، مشعل شويه، اوه لسه الضغط قوي وعلى طول كسوله، ومسعد الحمد خلصت راحت ضاعت. لكن برافو مشعل المباراه، وده شيء جميل حتى ان لم ينجح. ثاني على طول الكره بالعرض، حسن هيدوس